بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنتكلم في توبيك جديد ومهم، موضوع طويل اسمه Temporal and Infratemporal Fossae. يبقى احنا موضوعنا موضوع بنتكلم على Temporal والInfratemporal Fossae. اللقطة دي لقطة للنورما لاتراليس وبتوريني المنطقة اللي باللون الأخضر دي اسمها تيمبورال فوس، دي اسمها تيمبورال فوس، والمنطقة اللي موجودة تحت دي اسمها انفرا تيمبورال فوس. يبقى احنا دي الحتة دي اسمها تيمبورال والحتة دي اسمها انفرا تيمبورال فوس، دي تيمبورال فوس ودي انفرا تيمبورال فوس. لو احنا كسرنا الزيجوماتيك ارش اللي هو ده وكسرنا المانجيبول هنلاقي في فسة صغيرة موجودة تالتة ملحقة بيهم اسمها تيريجو بالاتاين فسة، أي مركز الصورة عليها اسمها تيريجو بالاتاين فسة. يبقى we have three فسة، فسة يعني حتة منخفضة يعني. يبقى عندنا تيمبورال فسة وعندنا انفرا تيمبورال فسة وعندنا تيريجو بالاتاين فسة. في الحتة دي هتبقى في توبكس كبيرة قوي هنتكلم عليها. أول توبيك عايزين نتكلم عليها muscles of mastication، عضلات المضغ. muscles of mastication دي إيه هي؟ أربع عضلات، عضلة اسمها temporalis وعضلة اسمها masseter، يبقى temporalis وmasseter، وعندنا عضلة اسمها lateral trigoid وmedial trigoid. يبقى we have four muscles اسمها muscles of mastication. ايه المسلز اوف ماستيكيشن؟ يبقى عندنا تيمبوريلس وعضله اسمها ماسيتر وعضله اسمها لاترال تريجويد، تريجويد يعني فراشه يعني زي الفراشه يعني، وميديال تريجويد. العضلات دي تختلف على ايه في عضلات الفيس؟ ما احنا خدنا عضلات اسمها مسلز اوف ذا فيس، ايه العضلات دي تختلف على ايه مسلز اوف ذا فيس؟ صحيح هي تتفق ان الاوريجين بتاعها من عظمه الاسكال بس الانسيرشن مختلف، الانسيرشن كلها ماسكه في الريمس اوف ذا مانجيبول، اللقمه بتاعت المانجيبول. لكن الماسلز بتاعت الفيس اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت كانت الانسيرشن بتاعها في السكين في الجلد. بيختلفوا كمان في النيرف سبلاي، النيرف سبلاي بتاعت الاربع عضلات دول من المانديبيلار اوف ترايجيمينال نيرف. ايه ترايجيمينال نيرف؟ تراي يعني ثلاثه، جيمينال يعني توأم، الترايجيمينال نيرف يعني نيرف بيدي 3 توينز ثلاث توائم، هو العصب رقم خمسه. لكن الماسلز بتاعت الفيس كان النيرف سبلاي بتاعها الفيشيال نيرف العصب رقم سبعه. الاكشن الماسلز بتاعت الفيس ماسلز اوف فيشيال اكسبريشن، لكن الماسلز بتاع الماستيكيشن دي عضلات مضغ زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى دي توتال ديفرنت. حتى في الامبريولوجي العضلات دي ديفلوبت من حاجه اسمها فيرست فرنجيال ارش والثانيه ديفلوبت من السكند فرنجيال ارش. يبقى باختصار ايه الاختلافات اللي خليني ان انا احط العضلات دي في تقسيمه مختلفه؟ لان المسلز اوف ماستيكيشن اللي هي التمبوراليس والماسيتر واللاترال والميديا تريجويد، نمره واحد الانسرشن بتاعها في الريمس اوف ذا مانديبول، النيرف سبلاي بتاعها هو المانديبيلار اوف ترايجيمينال نيرف، والاكشن بتاعها في بتشتغل في الماستيكيشن في المضغ. طب ايه هي العضلات دي؟ اول عضله اسمها تيمبوراليس. التيمبوراليس هي العضله دي، تيمبورال يعني الصدغ يعني، وكلمه تيمبورال في اللغه يعني زمان يعني زمان يعني ايجينج يعني ايه؟ اول ما الشعر بيبتدي يبيض في المنطقه دي فبيحس تعابير اللي هو الزمان بيظهرت عليه. تيمبوراليس المسل دي الاورجن بتاعها طالع منين؟ لو احنا شايفين طالعه من العظمه دي temporal fossa، طالعه من الفلور اوف temporal fossa، وطالعه من الفاشيه اللي عامله لها كفرنج. العضله دي كفرد بفاشيه فهي طالعه من الفاشيه اللي عامله لها كفرنج. يبقى الاورجن بتاعها منشاها من حاجتين، نمره واحد من temporal fossa، الفلور اوف temporal fossa يعني الفلور اوف temporal fossa العظم نفسه، وطالعه من الفاشيه اللي عامله لها كفرنج اسمها temporal fascia. زي ما احنا شايفين كده العضله دي بتعدي تحت الزيجوماتيك ارش وتيجي تعمل الانسيرشن بتاعها في الكورونويد بروسيس. هو حته الحته البارزه دي اسمها كورونويد، كلمه كورونا يعني تاج، اويد يعني تشبه، بروسيس يعني حته زايده، يبقى كورونويد بروسيس. يبقى ما هو الاورجن بتاع التيمبوراليس؟ يبقى نمره واحد من التيمبورال فوسا، الفلور اوف تيمبورال فوسا،
والفاشيا اللي عامله كفرنج للعضله. الانسرشن بتاعها ماسكه فين؟ الانسرشن بتاعها في الكورونويد بروسيس. يبقى ما هو الانسرشن بتاعها؟ يبقى الانسرشن بتاعها فين؟ في الكورونويد بروسيس. دي اول عضله. العضله الثانيه اسمها ماسيتر، والعضله دي مكونه من جزئين، جزء سوبرفيشال اللي نازل اوبليك، وجزء الفيرتيكال ده اللي اسمه ديب، يبقى سوبرفيشال وديب. الاثنين سواء سوبرفيشال او ديب، الاورجن بتاعها طالع من الزيجوماتيك ارش، من اللور بوردر والانر سيرفيس اوف زيجوماتيك ارش اللي هي الحته المتلونه باللون الاخضر. والانسرشن بتاعها ماسكه فين؟ ماسكه في الاوتر سيرفيس اوف ريماس اوف مانديبول. ايه الريماس؟ اللي هي الحته دي، كلمه ريماس يعني الفرع، كل المنطقه اللي بشاور عليها دي في المانديبول اسمها ريماس اوف مانديبول. يبقى العضله الاورجن بتاعها طالعه منين؟ من الزيجوماتيك ارش، سواء السوبرفيشال او الديب. السوبرفيشال اللي نازل اوبليك، والديب اللي نازل فيرتيكال، نازلين كده ادي السوبرفيشال كده والديب كده اهو. لو شلت يبقى الديب، الديب هيبقى فيرتيكال اهو، والسوبرفيشال جاي عليه من بره اهو، يبقى السوبرفيشال والديب اهو. يعني كده يبقى السوبرفيشال نزل اوبليك، الديب اللي هو نازل عليه فيرتيكال كده. المهم يبقى عندنا السوبرفيشال والديب. الانسرشن بتاعها ماسكه فين؟ في الاوتر سيرفيس اوف ريمس اوف ذا مانجيبول. يبقى الانسرشن بتاع الماسيتر في الاوتر سيرفيس اوف ريمس اوف مانجيبول. العضله الثالثه اسمها اللاترال تريجويد، وده ليها تو هيدز، ابر هيد ولور هيد. اللاترال تريجويد ليها تو هيدز، ابر هيد ولور هيد. الابر هيد طالعه الاورجن بتاعها من الجريتر وينج اوف سفينويد. هرجع اشرح اللقطه دي كويس قوي، لكن المنطقه دي اللي انا بشاور عليها، اللي انا بشاور عليها اللي باللون الاصفر دي اسمها جريتر وينج اوف سفينويد، جريتر وينج اوف سفينويد. واللور هيد، وهرجع اشرح اللقطه دي كويس قوي، طالعه اسمها اللور هيد. شوف هناخد ال طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. البليت ده اللي باللون الاصفر بردك اسمه اللاترال تريجويد بليت. هرجع اشرح الكلام ده كويس كمان دقيقه واحده. يبقى عندنا ابر ولور هيد. الابر هيد طالعه من الجريتر وينج اوف سفينويد، واللور هيد طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. هرجع اشرحه تاني ما تقلقيش. مركزين معايا؟ مركز معايا يا شهد. الانسرشن بتاعت العضله بقى عامله الانسرشن بتاعها فين؟ جايه تمسك في النيك اوف مانديبول، حته منخفضه اسمها فوفيا. فوفيا يعني حته منخفضه، تريجويدي على كلمه اللاترال تريجويد، فوفيا تريجويدي، فوفيا يعني حته منخفضه. وجايه تمسك في الكبسول بتاع المفصل، الغلاف بتاع المفصل، وجايه تمسك في ارتيكولار ديسك. ده اللي انا بشاور عليه اسمه ارتيكولار ديسك بتاع التي ام جي اللي هو التمبرو مانديبولار جوينت. يبقى ما هو الانسرشن بتاعت العضله واحده واحده. جايه تمسك نمره واحد في النيك اوف مانديبول. فين في النيك اوف ذا مانديبول؟ حته منخفضه اسمها فوفيا. فوفيا يعني حته منخفضه. لما نقول فوفيا سنتراليس، حته منخفضه موجوده في شبكيه العين. الفوفيا بتاعت الفيمال حته منخفضه في الهيد اوف ذا فيمال. فاي حته منخفضه في الاناتومي بيسموها فوفيا. اثنين جايه تمسك في الكبسول، في الغلاف بتاع المفصل. ثلاثه تمسك في ارتيكولار ديسك، ربنا دخل خالق جوه المفصل ديسك. اسمه ارتيكولار ديسك، هنتكلم عليه كمان شويه ان شاء الله باذن الله. يبقى ما هو العضله اللاترال تريجويد؟ دي اهم مسل اوف ماستيكيشن، ذا موست امبورتنت مسل اوف ماستيكيشن اللي هي اللاترال تريجويد. يبقى الاورجن بتاعتها الابر هيد طالعه منين؟ من الجريتر وينج اوف سفينويد. اللور هيد هنحفظها ال ال ال، طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. يبقى ال 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 كلهم بالالات. اللور هيد طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. طب الانسرشن بتاعت العضله جايه تمسك فين؟ جايه تمسك في الفوفيا تريكويد، حته منخفضه في النيك اوف ذا مانديبول. جايه تمسك في الكبسول، الغلاف بتاع المفصل. جايه تمسك في الارتيكولار ديسك بتاع التمبر مانديبول. طيب انا وعدت ان احنا نوصف اللي هو الاورجن بطريقه مفصله. اولا دي لقطه العظمه الاسكال، نركز شويه. لو انا فككت عظمه الاسكال اهي، هتلاقي العظمه اللي لونها اصفر، العظمه اللي لونها اصفر دي يا شهد اسمها سفينويد. سفينويد يعني واحد لما يقول سفين يعني وتد، يعني كل عظمه الاسكار جاي ماسك فيها، العظمه دي اسمها سفينويد.
العظمه اللي اسمها سفينويد دي ليها تو وينجز، وينج كبير اسمه جريتر وينج، ده بتاع الابر هيد اوف لاتيرال فالجوين، ووينج صغير مالناش دعوه بيه خالص اسمه ليسر وينج، والرجل ده اسمها تريجويد بروسيس. يعني العظمه اللي اسمها السفينويد هي اللي لونها اصفر دي ليها جريتر وينج ده بتاع الابر هيد، وليها تريجويد بروسيس لاترال تريجويد بليت بتاع اللور هيد. يعني الابر هيد طالعه من هنا واللور هيد طالعه من هنا، الابر هيد طالعه من الجريتر وينج اوف سفينويد واللور هيد طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد. دي لقطه اكثر تفصيلا لعظمه السفينويد. السفينويد باختصار مش علينا التفاصيل، بادي ليسر وينج جريتر وينج تريجويد بروسيس، التريجويد بروسيس دول لاترال وميديال، اهو شايفين لاترال وميديال. فيبقى عندي الابر هيد طالعه من الجريتر وينج اوف سفينويد واللور هيد طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. يبقى انا كنت عايز اقول ان العضلتين، العضله طالعه من الحتتين دول. دي اللقطه دي هي مفصله شويه. يبقى عندي ادي الجريتر وينج اوف سفينويد وادي اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. الحته دي هي الحته دي، الحته دي هي الحته دي. بس دي طبعا تفصيل قوي للعظمه فظيع قوي. يبقى عندنا هنا يبقى الابر هيد طالعه من الجريتر وينج اوف سفينويد واللور هيد طالعه من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. ليه انا بقول من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت؟ لاترال تريجويد بليت اهو يا اولاد، انا عندي تو بليتس لاترال وميديال، اهو زي ما انتم شايفين اهو، ده اسمه ميديال وده اسمه لاترال. فاللاترال تريجويد بليت ده ادى عضله من بره وادى عضله من جوه. العضله من جوه هناخدها دلوقتي حالا. يبقى اللاترال تريجويد بليت اللي هو ده بدي اتشمت العضلتين، عشان كده بقول اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت، لان الميديال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت نفس البليت بيدي عضله ثانيه. العضله الثانيه هي الميديال تريجويد. يا اولاد الميديال تريجويد دي ليها تو هيدز. ايه التو هيدز؟ السوبرفيشال ودي. السوبرفيشال هيد طالعه من التيوبروستي اسمه ماكزيلاري تيوبروستي. ايه ماكزيلاري تيوبروستي؟ العظمه بتاعت الفك اسمها ماكزيلا. الابر جو العظمه اسمها ماكزيلا. اخر ورا اخر سنه ورا ضرس العقل بيهايند ذا لاست مولر توث بيبقى في حته بارزه اسمها ماكزيلاري تيوبروستي. هي طالعه منها جزء من الميديال تيوبروستي. اما الجزء الثاني اللي اسمه الديب هيد طالع من الميديال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. شوف يبقى انا لو انا بشاور بايديا دول ده اسمه لاترال تريجويد بليت وده اسمه ميديال تريجويد بليت. خلي ده لاترال تريجويد بليت، من اللاترال سيرفيس طلعت اللاترال تريجويد ومن الميديال سيرفيس طلعت الميديال تريجويد. يبقى اللاترال تريجويد بليت اللي انا بشاور عليه ده طلع منه عضلتين، عضله طالعه من اللاترال سيرفيس اسمها لاترال تريجويد وعضله طالعه من الميديال سيرفيس اسمها ميديال تريجويد. عارفين الميديال تريجويد بليت ما بيطلعش اي حاجه، ده تبع الفاركس. يبقى ناخد بالنا بقى ونركز في الكلام اللي انا بقوله كده يا شات معايا. يبقى عندنا هنا اللي انا بشاور عليه ده اسمه اللاترال تريجويد بليت، بيدي اتاتشمنت العضلتين من اللاترال سيرفيس لاترال تريجويد ومن الميديال سيرفيس ميديال تريجويد. الميديال تريجويد باختصار يبقى ليها سوبرفيشال وديب هيد. سوبرفيشال هيد طالعه من المجزره التيوبروستي والديب هيد طالعه من الميديال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. الانسرشن جاي تمسك في الانر سيرفيس اوف ريمس اوف ذا مانجول. الانر سيرفيس اوف ريمس اوف ذا مانجول. هتقول يا دكتور انا مش قادر احفظ الانسرشن بتاعت العضلات. طب تعالوا نحفظها مع بعضينا بسهوله خالص. ازاي نحفظ الانسرشن بتاعت العضلات؟ اللي ماسكه في الكورونايد بروسيس هي التمبورالز. الام ام ماسكين في الريمس اوف ذا مانجول. الريمس اوف ذا مانجول اللقمه بتاعت المانجول. الام الاولانيه اسمها ماسيتر والام الثانيه اسمها ميديال تريجويد. يبقى ام ام هنحفظهم ام ام. الام الاولانيه ماسيتر ماسكه في الاوتر سيرفيس اوف ريمس اوف ذا مانجول. طب الام الثانيه اسمها ميديال تريجويد ماسكه في الانر سيرفيس اوف ريمس اوف ذا مانجول ورايحه ناحيه الانجل اللي هي الحته دي. يبقى هنا واسمه ريمس اوف مانجول. يبقى الام ام ماسكين فين؟ كويس، ماسكين في الريمس اوف ذا مانجول. الام الاولانيه ماسيتر ماسكه في الاوتر سيرفيس اوف ريمس اوف ذا مانجول. طب اللي ماسكه في الانر سيرفيس اسمها ميديال تريجويد. امال اللي ماسكه في الكورونويد بروسيس يبقى دي التمبورال. طب اللي ماسكه في الفوفيا تريجويد دي في النيك اوف ذا مانجول لاترال تريجويد. يبقى ما هو الانسرشن بتاعت العضلات؟ ان شاء الله الانسرشن بتاع العضلات ما فيهوش مشكله خالص. العضله اللي ماسكه في الكورونايد بروسيس هي التمبورالز.
العضله اللي ماسكه في الاوتر سيرفيس اوف ريموس اوف ذا مانجيبول ماسيبا. طب اللي ماسكه في الانر سيرفيس اوف ريموس اوف ذا مانجيبول ميجيتال فويد يبقى ام ام. ام الاولانيه ماسكه في اللاترال سيرفيس، الام الثانيه ماسكه في الانر سيرفيس. العضله اللي ماسكه في النيك اوف ذا مانجيبول او في الفوبيا اسمها لاترال تريبول. الانسرشن بقى واضح دلوقتي بالنسبه للعضله. ايه هو النيرف سبلاي؟ باختصار هو العصب ده اسمه مانجيبولار نيرف. زي ما قلنا العضلات بتاعت الماستيكيشن مسلز اوف ذا ماستيكيشن ار سبلايد باي مانجيبولار برانش اوف تراجمنال نيرف. ادي تراجمنال نيرف بيدي ثلاث توائم، ادي توأم اثنين الثلاثه. ذا ثيرد توينز اسمه مانجيبولار نيرف. المانجيبولار نيرف ده باختصار مكون من مين ترانك، وبعدين بينقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. لو انا عايز اخلص من الموضوع النيرف سبلاي، النيرف سبلاي مانجيبولار نيرف. لكن بعض الناس ممكن يسالوا عشان ده بيعادي سؤال ام اس كيو، الاقي الانتيريور ديفيجن بيدي كل العضلات بتاعت الماستيكيشن ما عدا الميديال تريجويد. الميديال تريجويد بتاخد من المين ترانك، يبقى الميديال تريجويد النيرف سبلاي بتاعها المين ترانك، لكن بقيه المسلز اوف ماستيكيشن بتاخد من الانتيريور ديفيجن اوف مانجيبولار نيرف. يبقى يجي لي سؤال في الام اس كيو يقول لي ذا اونلي مسل اوف ماستيكيشن which is supplied by main trunk of mandibular nerve. لو قال لي main trunk يبقى الميديال تريجويد. All of muscle of ماستيكيشن supplied by anterior division of mandibular nerve except كل العضلات بتسبلاي بالانتيريور ديفيجن ما عدا بردك الميديال تريجويد. نفس اللقطه تتكرر، وده عشان كده سؤال ام اس كيو مهم. كل العضلات بتاعت الماستيكيشن بتاخد من الانتيريور ديفيجن ما عدا الميديال تريجويد بتاخد من المين ترانك. يبقى ده النيرف سبلاي بتاع العضله، ما فيهوش اي مشكله خالص. ايه الاكشن؟ ايه الاكشن؟ اولا نيجي مع بعضينا كده نشوف هما شغالين على مفصل اسمه تمبرو مانديبولار جوينت. ايه حركات التمبرو مانديبولار جوينت؟ افتح وقف البوقي اسمه الليفيشن ديبريشن. لو انا قفلت بوقي اسمها الليفيشن. شات يور ماوث، اخرس. لكن لو انا فتحت بوقي اسمها ديبريشن، يبقى عندي الليفيشن وديبريشن. عندي بروتروجن وريتراكشن. يبقى ان انا ارمي فكي لقدام وارجعه، لازم بعمل كده. ارمي فكي لقدام وارجعه اسمها بروتروجن، ارمي لقدام، ريتراكشن ارجعه. سايد تو سايد موفمنت زي الاكل بتاع الحمير كده. يبقى سايد تو سايد موفمنت حركه جانبيه اهي كده. يبقى ايه ما هي الحركات؟ الليفيشن وديبريشن ده نمره واحد، بروتروجن وريتراكشن نمبر اثنين، سايد تو سايد موفمنت. طيب ايه الحركه بقى بتاعت المسلز اوف ماستيكيشن؟ هنحفظ ثلاث عبارات هيخلصوا لنا الموضوع. كل العضلات بتعمل الليفيشن للمانجيبول. شايفين التمبورالس موجوده فوق هتشد المانجيبول لفوق. التمبورالس موجوده فوق تشد المانجيبول لفوق. الماسيتر موجوده فوق اهي لانها فوق المانجيبول يبقى تشد المانجيبول لفوق. الميديال تريجويد اهي موجوده بردك فوق المانجيبول او فوق لتحت تشد المانجيبول. الوحيده اللي نازله تحت الليفل بتاع المانجيبول هي اللاترال تريجويد. يعني ايه؟ يعني اول ماسلز بتعمل اليفيشن ما عدا اللاترال تريجويد الوحيده اللي بتعمل ديبريشن. بتعمل ديبريشن ليه؟ اولا هي موجوده تحت المانجيبول، يعني هي نازله اهو من فوق لتحت كويس، بتشد المانجيبول جاي اهي كويس زي ما شايف في المسكال، وهي تمسك في الملح تشده. في نفس الوقت هي ماسكه في الارتيكولار ديسك، هي لما تشد الارتيكولار ديسك تروح مزحلقاها على السكال تروح فاتحه البق. يبقى باختصار شديد جدا كل العضلات موجودين الاورجن بتاعهم من فوق والانسرشن بتاعهم تحت، يعني الاورجن بتاعهم فوق السكال، الانسرشن بتاعهم تحت المانجيبول، فبيرفعوا المانجيبول لفوق يعملوا اليفيشن. اللاترال تريجويد هي العكس، طالعه من السكال من تحت وجايه تمسك في المانجيبول من فوق، يعني بتشد المانجيبول ناحيتها، بتشد المانجيبول لتحت، تعمل ديبريشن. يبقى القاعده بقى اللي احنا عايزين نطلعها، all muscles of mastication بتعمل elevate المانجيبول except lateral tergoid بتعمل ديبريشن. يبقى دي العباره الاولانيه. كل المسلز بتعمل بروتروجن، يعني بتشد المانجيبول لقدام، كلها هي تمسك كلها جايه من قدام لورا. الحاجه الوحيده اللي جايه من ورا لقدام اللي هي دي. مش كل التمبورالز على فكره، البوستيريور فايبر اوف تمبورالز. دي جايه ايه؟ هي من ورا لقدام هتشد المانجيبول ورا اسمه ريتراكشن. يبقى كل المسل بتعمل بروتروجن ما عدا البوستيريور فايبر اوف تمبورالز بتعمل ريتراكشن. السايد تو سايد موفمنت ده الاكشن بتاع التريجويد مسل. زي ما هنشوف الميديال ولاترال تريجويد.
لو acting alternating هنفهم الكلام ده كمان شوية. يبقى هما three sentences. ايه three sentences دول؟ الثري سنتنس اللي هي موجودة دي ثلاث عبارات بالظبط. السنتنس الأولانية، السنتنس الأولانية، العبارة الأولانية all muscles elevate المانجيبول except the lateral tibial بتعمل depression. السكند سنتنس العبارة الثانية بتقول all muscles protrude المانجيبول ما عدا ال posterior fiber of temporalis بتعمل retraction. وبعدين اللاترال ميديا ترجويد لما اكت بتعمل سايد تو سايد موفمنت، يعني الميديا واللاترال ترجويد لو ناحيه اشتغلوا يزق المانديبول على الناحيه الثانيه. يعني الميديا واللاترال ترجويد لو ناحيه اليمين اشتغلوا يزقوا لي بقي ناحيه الشمال. طب ولو ناحيه الشمال اشتغلوا يزقوا لي بقي ناحيه اليمين. طب لو مره يمين ومره شمال عامل زي ما يكون واحد ماشي بيتمخطع. يبقى لو اليمين اشتغلوا مره وبعدين الشمال اشتغلوا وبعدين اليمين يشتغلوا وبعدين الشمال يشتغلوا يبقوا يسموها سايد تو سايد موفمنت زي اللور انيمال. ازاي ان هم بياكلوا اللور انيمال اللي هو الجريدنج الطحن بتاعهم الاكل بتاعهم بيبقى سايد تو سايد موفمنت. احنا ربنا ميزنا دايما بالليفيشن والديبريشن بس ممكن نعمل سايد تو سايد موفمنت. يبقى دلوقتي 3 سنتنسز وي هاف تو ريمبر. يبقى السنتنس ذا فيرست سنتنس يبقى اول ماسل اليفيت المانجيبول except the lateral pterygoid بتعمل depression للمانجيبول. All muscle protrude المانجيبول except the posterior fiber of temporalis بتعمل retraction. Side to side movement يبقى ده الاكشن اللي هو بتاع الميديال lateral pterygoid لو acting alternating، يعني مره اليمين اشتغل وبعدين مره الشمال وبعدين مره اليمين ومره الشمال يسموها side to side movement. اهو الحركه دي اسمها elevation وdepression. Elevation shut your mouth اخرس اقفل بقك. Depression افتح بقك. العضلة الوحيدة في الماستيكيشن اللي بتعمل depression للمانجيبول بتفتح بقى الواحد هي اللاترال ترجويد. بقية الماسلز بتعمل elevation. يبقى كل الماسل بيعملوا elevation. العضلة الوحيدة اللي بتعمل depression للمانجيبول هي اللاترال ترجويد. ده نمرة واحد. Protrusion كل الماسل بيعملوا protrusion للمانجيبول. الماسلز الوحيدة اللي بتعمل retraction اللي مش ماسل ده جزء من ماسل. ال posterior fiber of temporalis يبقى البروتروجن all muscle protrude المانجيبول. The only part which retract المانجيبول is ال posterior fiber of temporalis او are the posterior fibers of temporalis. The side to side movement alternating action يعني مره الرايت يشتغل وبعدين مره الليفت يشتغل ومره الرايت يشتغل ومره الليفت يشتغل يبقى الميجر لاترال ترجويد or acting alternating يعني مره اليمين ومره الشمال يبقى تعمل سايد تو سايد موفمنت. يبقى مره اخيره يبقى كلهم بيعملوا elevation للمانجيبول الوحيده اللي بتعمل depression بتفتح بق الواحد يبقى lateral pterygoid. كلهم shut your mouth close your mouth كل العضلات الثانيه في البق الواحد. كل المسلز بتعمل protrusion الوحيده اللي بتعمل retraction هي posterior fibers of temporalis. السايد تو سايد موفمنت ده الالترنيتنج اكشن بتاع الميديال واللاترال ترجويد. يعني الميديال واللاترال ترجويد ناحيه اليمين الاول يشتغلوا بعدين ناحيه الشمال وبعدين ناحيه اليمين وبعدين ناحيه الشمال مره يمين مره شمال اسمها سايد تو سايد موفمنت. الترجويد مثلا لو احنا ركزنا فيهم عندي ميديال واللاترال ترجويد يمين ميديال واللاترال ترجويد شمال لو الاربعه اشتغلوا مع بعضهم يبقى بروتروشن للمانجيبول. يبقى لو الاربعه اشتغلوا مع بعضهم بروتروشن للمانجيبول. لكن لو acting alternating يعني مره اليمين الاثنين اليمين اشتغلوا وبعدين مره الاثنين الشمال يبقى side to side movement. يبقى العضلات بقى عشان نحفظها الاربع عضلات بتاع الترجويد ماسك الميجر روتال ترجويد يمين الميجر روتال ترجويد شمال الاربع عضلات مع بعضهم لو اشتغلوا يبقى بيعملوا protrusion للمجر. لو acting alternating يعني مره يمين مره شمال side to side movement. لو الميديال ترجويد فقط شغالين مع بقيه العضلات تعمل elevation. لو اللاترال ترجويد لوحدهم شغالين تعملوا ديبريشن. خدوا بالكم بقى. يبقى الاربع عضلات مع بعضيهم بيعملوا بروتروجن. لو اليمين مره الشمال مره يبقى سايد تو سايد موفمنت. بيفضل الاكشن بقى المختلف عليه. الميديا ترجويد مع بقيه المسلز اوف ماستيكيشن مش لوحديها بتعمل اليفيشن. اللاترال ترجويد لوحديها في الاوبوزيت سايد بتعمل ديبريشن.
ده بياخدنا للمفصل اللي اسمه تي ام جي. تي ام جي ده التمبروماديبولار جوينت، ده مفصل مهم. ساينوفيال كوندايلر، كوندايلر يعني عامل زي القبضه. ساينوفيال كوندايلر، ساينوفيال كوندايلر، ساينوفيال جوينت يعني جوينت كويس، بيبقى فيه سائل زلالي اسمه ساينوفيال فلويد، هو كوندايلر يعني عامل زي القبضه. الارتكليتنج سيرفيس الهيد اوف مانديبول عامله ارتكليشن مع التمبورال بول مع فوسة اسمها مانديبولار فوسة اللي هي الحتة دي، وحتة ايمينانس اسمه ارتكولار ايمينانس اللي هو ده او الارتكولار تيوبيركل. يبقى انا عندنا هنا الهيد اوف مانديبول عامله ارتكليشن مع المانديبولار فوسة وارتكولار ايمينانس. يبقى الهيد اوف مانديبول عامله ارتكليشن مع المانديبولار فوسة وارتكولار ايمينانس. بس خدوا بالكم ان مفيش توافق ما بين الارتكليتنج سيرفيس. الهيد اوف مانديبل عامله كده، المانديبل الفوسه والارتيكولار امنس حته مرفوعه حته ديبريس، فربنا عمل كونجرنس للارتيكولينج سيرفيس، عمل توافق عن طريق ديسك اسمه ارتيكولار ديسك. مش بس توافق، ما كان ربنا ما يقدر يعملها على طول على العظم والدنيا تنتهي. امال عملها ازاي بقى؟ الارتيكولار ديسك لما اتكون كده عمل تو سبيسز موجودين، او سبيس موجود تحت وسبيس موجود فوق، بقى في كافيتي فوق وكافيتي تحت. الكافيتي اللي فوق والكافيتي تحت علشان بروتروجن وريتراكشن، اما الكافيتي اللي تحت ده علشان الروتاتوري موفمنت. يبقى باختصار بقى في عندي تو كومبارتمنتس موجودين، والتو كومبارتمنتس اللي هم موجودين دول بيبقوا موجودين علشان ديفرنت موفمنتس. لما الجوينت يبقى فيه ارتكولار ديسك لازم تعرف ان الحركات بتبقى فيري كومبليكيتد. يبقى لو ركزت يا شاهد في الكلام اللي انا بقوله، الحركات تبقى فيري كومبليكيتد ما دام عندي تو كومبارتمنت، الابر كومبارتمنت واللور كومبارتمنت. يبقى عندنا هنا يبقى ده الارتكيليشن بتاع التمبروماندبلر جوينت. ايه الليجامنت؟ اي مفصل ربنا خلقه بيخلق له ليجامنت علشان تثبته. الاقي ليجامنت طالع من السيلول بروسيس لغايه المانديبول اسمه ستايلو مانديبلر ليجامنت. ليجامنت داخلي شايفين الكلر بتاعه فينترنج شويه، او لو كسرت المانديبول اشوفه اسمه سفينو مانديبلر ليجامنت. في ليجامنت موجود على السطح الخارجي اسمه تمبرو مانديبولار ليجامنت. يبقى عندي الليجامنت الموجودين اسمه ستايلو مانديبولار ليجامنت، تمبرو مانديبولار باسم المفصل لان هو ثيكنينج اوف ذا كابسول. وفي بعض الكتب ما يكتبوش غير الليجامنت ده، يقولوا اللي هو التمبرو مانديبولار ليجامنت، يقولوا هو الاونلي ليجامنت ترو ليجامنت. وفي ليجامنت موجود ديب اسمه سفينو مانديبولار ليجامنت. النيرف سبلاي وده مهم بتاع الجوينت ده، الاوريكولو تمبورال نيرف والنيرف بتاع الماسيتر. النيرف اللي بيوصل عضله اسمها الماسيتر، يبقى نيرف تو ماسيتر والاوريكولو تمبورال نيرف. الارتيريال سبلاي الماكسيلاري ارتري والسوبرفيشال تمبورال ارتري. ايه الحركات؟ نفس الحركات، ما بنقولش حاجه جديده، نفس الكلام اللي هو موجود، بس انا هنا هزود شويه على الدبريشن علشان افهمكم حاجه بقى. اولا الدبريشن بيحصل بالافكت اوف جرافيتي، يعني عجله الجاذبيه الارضيه تكفي جدا انها تخلي ايه ان هو يحصل ديبريشن. امال الاكتف ديبريشن يعني لو انا اكتنج بقوه اللاترال ترجوي، بس هي اللاترال ترجوي بس اللي بتعمل ديبريشن؟ لا، ده في عضلات موجوده تحت المانجيبول هناخدها مع النك بتعمل ديبريشن زي الدايجاستريك والمايلوهايويد والجينيوهايويد. دي عضلات كلها هناخدها في النك، دايجاستريك مايلوهايويد جينيوهايويد. يبقى الحاجه الوحيده اللي هتتقال في التمبرو مانديبولار جوينت زياده لازم نكون عارفينها الدبريشن. يعني هي نفس الكلام اللي اتقال قبل كده، الدبريشن بس زايد شويه، لازم نعرف فيه تفاصيل شويه. الدبريشن ده الايفكت اوف جرافيتي كافي جدا. اللاترال ترجوت ما بتشتغلش الا لو كان اكتف، يعني عايز افتح بقي بجد يعني، لكن لو انا في محاضره ونمت تلاقي ده بس بالجرافيتي عجله الجاذبيه الارضيه. لكن اللاترال ترجوت مش اكتنج لوحديها، في عضلات موجوده في النك بتساعدها زي الدايجستريك والمايلوهايويد والجينيوهايويد. بس تعالى نشوف شوية أسئلة كده لو نركز مع بعضينا، لو ركزت معايا شاهد شوية. The following muscle depresses the mandible. أنا عارف إن العضلة الوحيدة اللي بتعمل depression المانجيبول في الماستيكيشن، في الماستيكيشن خدوا بالكم هي فين، قاعد بدور عليها، هي اللاترال ترجويد muscle. The following muscle retracts the mandible. لا، الريتراكشن ده جزء من العضلة، ال posterior fiber of temporalis. يبقى كده احنا خلصنا الجزء الاولاني بتاع التمبرال انفراتمبرال فوسي اللي هو المسلز بتاعت الماستيكيشن والتمبرو مانديبولار جوينت. الى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.